بسم الله الرحمن الرحيم. مر الأردن بأزمات حادة وشديدة في تاريخه، مر في عام 89 بأزمة اقتصادية، مر في عام 91 بأزمة أيضا اقتصادية وسياسية، كان الحل في الأزمتين سياسيا في الحالتين. الآن الأردن يمر بأزمة اقتصادية صحيح خانقة، لكن الحل أخالف الجميع فيما يقولون أن الحل اقتصادي، لأننا جربنا كل الاقتصاديين عبر 30 عاما فما ورث الأردن إلا الأزمة الاقتصادية الحالية التي أغرقته في المديونية، والتي ألهبت جلد المواطن بالأسعار وحملته فوق أعبائه أعباء ضريبية لا قدرة له عليها. الأردن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، إلى حل سياسي بحكومة إنقاذ وطني برموز وطنية صادقة مؤهلة لها مصداقية عالية لها عمق جماهيري يشهد الشعب الأردني لها بالنظافة والاستقامة والكفاءة والأمانة. تضع الهم الأردني على قائمة أولوياتها وفي رأس قائمة هذا الهم رفع المعاناة عن هذا الشعب، تحسين مستوى معيشته، تمثيل الجبهة الداخلية لكي يكون الأردن معصيا على الاختراق، ولكي يكون سندا لفلسطين، ولكي يدعم جهاد أهل فلسطين ويقف في وجه المؤامرة الصهيونية القادمة التي تستهدف بالتعاون وبالدعم الأمريكي تستهدف تمرير أزمة القرن بتصفية القضية الفلسطينية على حساب المجتمع وعلى حساب الدولة الأردنية. خاب فألهم، هذا هو الحل. الحل سياسي بالدرجة الأولى بوجوه ورموز غير الوجوه والرموز التي أوصلت الأردن إلى ما وصلت إليه من خارج النادي المعتاد. حكومة مرجعيتها وطنية أردنية قومية إسلامية، لا شرقية ولا غربية، ولا بنك دولي ولا صندوق نقد دولي، ولا بإملاءات أمريكية ولا أوروبية ولا خارجية ولا شرقية، بل بإملاءات ومصالح أردنية قومية إسلامية.